الناس بالفضل لا بالعدل. وأهم من يجب أن تعامله هكذا حكامنا وأولياء أمورنا الواجب في وقت الفتنة، وإن استأثروا وإن ظلموا فالواجب علينا أن نسمع لهم وأن نطيع. لذا في حديث العرباط قال: إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم قال بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، قال وعليكم بالسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي رأسه كالزبيبة. هذا الكلام ليس هذا كلام شرع، كلام الوحي، هذا الوحي من الله عز وجل. علماء السياسة الشرعية يقولون يجب في الحاكم شروط: الأول أن يكون حرا لا عبدا، الثاني أن يكون عربيا، الثالث أن يكون ذا هيئة حسنة، يعني شكله يكون حسن. النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بالسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد انتفت عنه شرط الحرية، حبشي انتفى عنه شرط العربية، رأسه كالزبيبة انتفى عنه شرط أن يكون ذا هيئة حسنة. فمع انتفاء هذه الشروط الثلاثة لما أخبرنا النبي بالخلاف قال عليكم بالسمع والطاعة. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمرو الطويل قال: من أحب أن تأتيه منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر فليؤمن بالله واليوم الآخر وليأتي إلى الناس. الذي يحب أن يؤتى إليه قال: ومن بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه، فإن جاء آخر ينازعه فاضربه عنق الآخر. في وقت الفتنة العاقل العقلاء من الأمة في وقت الفتنة ينظرون إلى العلماء والأمراء، يجتمعون على أمرائهم حتى يطفئوا لهب الفتنة، ولا سيما فيما سمي زورا وبهتانا وكذبا بالإعلام اليهودي الذي روج له اليهود بالربيع العربي. وأول ما قالوا والله والذي نفسي بيدي أول ما قالوا ربيع عربي قلت والله إنه ليس بربيع، إنه خريف وليس بعربي، إنه غربي، هذا خريف غربي وليس له لا من الربيع نصيب ولا من عروبة نصيب. ولذا كانت مآلات ما جرى في الربيع العربي المسمى زورا وبهتانا ما خدم إلا اليهود، وما استفاد مما جرى إلا اليهود، وإلى الله المشتكى، ولا حول ولا قوة إلا بالله.